السلام عليكم. النهاردة عندنا مراجعة لموقع يعتبر بالنسبة لي من أهم المواقع اللي يقدر يستخدمها المصممين أو أي حد تاني مهتم بالخطوط. الموقع ده اسمه موقع عرفونت.com. هناخد مراجعة بسيطة عليه النهاردة إن شاء الله، بحيث إن يكون سهل في التعامل للناس اللي أول مرة تعرفه أو هتتعامل معاه. الموقع فيه داتابيز عالية جدا، مكتبة كبيرة جدا من الخطوط والمخطوطات العربية كمان. موقع عربي يهتم بالخطوط العربية فقط، مظهره كويس، من أهم الحاجات اللي موجودة فيه وبتعجبني إن شكله كويس وكمان تقسيماته كويسة، وتقدر إن أنت تحمل كمان الفونت من عليه وبمنتهى السلاسة والسهولة والسرعة، لأن السيرفرات بتاعته برضه قوية جدا وسريعة. خلينا نشوف بقى الموقع كله كده من البداية للنهاية. خلينا ناخد الواجهة الرئيسية بتاعته الأول. الواجهة الرئيسية عبارة عن بعض الفلاتر اللي هو حاططها بحيث إن هو يسهل عليك، يعني أنت عايز أحدث خطوط، عايز أفضل الخطوط، ده تحصل طبعا عن طريق ترتيبه هو. بعد كده لو انت عايز تبحث عن خط بالصورة، عندك صورة وفيها خط وعايز تعمل البحث، هنشوف برضو الموضوع ده. وبعد كده في مخطوطات، وبعد كده في حزم خطوط، بمعنى ان انت تاخد حزم الخطوط كاملة على بعضها، تمام، هنشوفها برضو عاملة ازاي. بعدين خط الكوم ده هنشوفه دلوقتي كمان شوية. تحت في هنا البحث، هنا لو انت عايز تبحث عن فونت معين باسم معين وهو يطلعه لك على طول. لو مثلا جينا هنا وكتبنا هاكن وعملنا بحث، خلينا نشوف هيعمل ايه. شوف جاب لك على طول هاكن، وجاب لك استعراض للفونت نفسه، تمام، كل المجموعة بتاعت هاكن. نرجع تاني. بعد كده في الأقسام نفسها، بيقسم لك بقى الفونتات اللي عنده كلها على حسب أنواع الخطوط، سواء في خطوط الديواني، الكوفي، السورس، خطوط البسيطة، خطوط المطورة، خط الرقعة، خط حسن هاكن اهوت، خطوط الشركات والقنوات لحالها او مجمعها لك في قسم لوحده، خطوط الجديده، خطوط الغربيه، الخطوط الحره، الخطوط العناوين الاعلانيه، يعني هو مقسم لك كل الخطوط على حسب نوعيات الخطوط اللي موجوده. طيب لو هنا هنيجي نتك على حزم الخطوط ديت، هي نفس الحزم الخطوط اللي فوق دي، خلينا ناخدها من فوق. بعد كده طلب الخطوط ديت، آسف، طلب مخطوطات. المخطوطات لو ضغطنا عليها هنا هنطلب المخطوطة اللي احنا عايزينها باسمنا مثلا، طبعا دي بتكون بمقابل مادي زي الحاجات العينات اللي موجودة هنا ديت، تمام. تكتب اسمك، تطلب منهم تشترك في الخدمة الأول، في أكتر من خدمة، من نختار الخدمة اللي تناسبنا، تمام. وبعدين بنكتب هنا في النملة الفورم ده ونقول له احنا عايزين نكتب ايه، وبعد كده هما بيبدأوا يتواصلوا معانا ويعملوا لنا الفونت، الخطوط، اسف، اللي احنا ايه محتاجينها. طيب ودي خدمة طبعا ممتازة جدا ومش هتلاقيها في كل المواقع. بعد كده اسماء المخطوطات، دي اسماء المخطوطات اللي هي موجودة اساسا هنا، اهيت مخطوطات واسماء، تقدر برضو تدخل عليها من هنا، ودي المخطوطات اللي موجودة فور فري تقدر تنزلها على طول. نيجي تحت بعد كده على طول المخطوطات، اهي الاسماء اللي هو جايب لك جزء صغير منها، تمام، وهي دلوقتي حاليا مجانا، هي كانت ب$5 وبعدين حاليا مجانا، تقدر تداون اللي انت عايزه منه. وهنا لو انت عايز تعمل تطلب مخطوطة زي ما احنا قلنا، هنضغط عليها هنا، هي نفس ديت طلب مخطوطات، هحطها لك في اكتر من مكان، تقدر انت تختارها من هنا وتدخل برضه نفس الصفحة اللي احنا شفناها من شوية. بعد كده الحزم، دي الحزم زي ما قلنا اللي هي مجموعات خطوط، هو جايبها لك كلها على بعضها ومقسمها لك وحاطط لك كل واحده جنبيها فيها كام خط، فيها كام خط في الحزمه دي، فيها كام خط، 22 خط الحزمه دي، فيها 7 خطوط وهكذا. بعد كده هو مدينا هنا بعض الفونتات كتجربة تشوفها قدامك، تمام. بعد كده الصفحات بقى، لو انت عايز تصفح الفونتات كلها من هنا زي ما انت شايف كده. طيب خلينا نطلع فوق بقى، ده كده الصفحة الرئيسية بمنتهى البساطة.
خلينا نطلع فوق نشوف احدث الخطوط مثلا، لو انا حابب ابحث باحدث الخطوط طبعا هيبقى ده معايا اساسي وده برضو معايا اساسي، وبعد كده انزل تحت الاقي الفونتات بتاعتي موجودة هنا. طيب في حاجة برضو كمان انا نسيت اقولها، المعاينة دي مش لازم ادخل اخد اشوف الاسم اللي هو حاططهولي، لا انا ممكن اكتب الاسم اللي انا عايزه، يعني اكتب الاسم اللي انا عايزه هنا زي ما انا حابب. تمام، ولكن انا هكتب هنا مثلا بالعربي بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، بعمل هنا بريفيو، اتك على العين ديت. تمام، اسيب الصفحة لما تحمل معايا عشان يطلع لي كل النتائج بتاعت الفونتات دلوقتي بالاسم اللي انا حطيته عشان اقدر اشوف الفونت ده مناسب ليا ولا لا. ودي برضو من الخدمات الكويسة جدا اللي موجودة في الموقع ومش موجودة في كل موقع الخطوط، يعني زي ما احنا شايفين اهوت. طبعا الفونتات بتختلف بقى الحاجات ايه، بص يعني كل فونت بيبقى الاسم بتاعه موجود هنا والمعاينة بتاعته هنا. وبعد كده انا لو عايز احمل الفونت بحمله من هنا. طيب فرضا الفونت ده عاجبني انا عايز احمله، تعال نشوف بقى ازاي ان احنا نعمله داونلود. ده طريقة الداونلود بتاعته سهلة جدا، انا هضغط عليه هنا واقول نزل لي الفونت ده، فبيجي لي بالشكل ده. تمام، بيديني بعض المعلومات عنه، نزل عن طريق فلان، هو الملكية بتاعته، الشركة، نزل من قد ايه. تمام، نوع الخط والوزن بتاعه والرابط بتاع المصمم نفسه كويس، واسم الخط. واجي هنا اعمل تحميل مباشر، مجرد ما هضغط هنا على تحميل مباشر في ثانية على طول بينزل لي تحت اهوت. تمام، بيطلع لي الصفحة ديت، دي عشان تعمل شير للموقع نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي. دي افضل الخطوط اللي هو بختارها الموقع وحاططها لك في القائمة اهوت، نفس اللي احنا قلنا عليه قبل كده بالشكل ده. كمان في ميزة جبارة الموقع ان انت تقدر تعمل تصميم اونلاين على طول، بيفتح لك كده حاجة زي الفوتوشوب بالظبط، تقدر تشتغل عليه وتعمل التصميم بتاعك او تكتب الكتابة بتاعتك. خلينا برضو نبص عليه، ان انت في اي قدام اي خط عاجبك في زي ما قلنا التحميل احنا شفناه في انشاء التصميم، برضو لو ضغطنا على انشاء التصميم ديت هيوجهك لصفحة تانية. شوفوا بتاع الابليكيشن عامل ازاي، لكنك تقريبا على الفوتوشوب. تمام، تضغط هنا بتكتب، طبعا هو بيستخدم لك الفونت اللي انت اشتغلت عليه. تمام، بتيجي هنا وتكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بتشوفه بالشكل ده اهوت. حابب بقى تكبر تصغر شبيه للفوتوشوب، يعني هنا تختار الفونت، تعمله بولد، تعمله مايل، وهكذا توسطه في الصفحة بتاعتك. تبدأ تستخدم شوية تولز زي البين تولز اللي موجودة في فوتوشوب، شبيه بالفوتوشوب بس مبسط جدا. وبعد كده تسيف الشغل بتاعك او البرودكت اللي انت عملته للموقع نفسه. وندخل على البحث عن الخط بصور. البحث عن خط بصور ديت انا شفت ديزاين او شفت صورة معينة عليها كتابة مش عارف الخط ده اسمه ايه، فبسهولة جدا انا اقدر اخد الصورة ديت وادخل على الموقع وابحث عن
الفونت بالصورة اللي موجودة. ندخل على المخطوطات والأسماء. طبعا المخطوطات والأسماء هتلاقي كمية كبيرة جدا جدا من المخطوطات موجودة، تقدر تنزل منها اللي انت عايزه وتستخدمه في التصميمات بتاعتك. وهو كمان مقسمها لك هنا عشان ما انت متوهش، لان الكمية كبيرة، فحط لك المخطوطات بتاعت العيد سواء الأضحى أو الفطر لوحده، مخطوط الحج لوحده، المخطوطات الإسلامية، الشكر، وأسماء حتى البنات وأسماء الولاد، مخطوطات رمضان. لو جينا مثلا على أسماء الولاد دي وضغطنا عليها، شوفها هتلاقي بقى أدهم وخيرية وسعود ورامي وحمزة. أنا مثلا لو جيت على حمزة ديت وحبيت أعمل لها داونلود، فبدخل بتلاقيها بالشكل ده. تمام، طبعا تقدر تستخدمها زي ما أنت عايز بطريقة كويسة. بتيجي تعمل لها داونلود من هنا زي ما احنا شايفين اهوت، هي هتنزل لنا بالشكل ده. تمام، او لو نزلنا شوية، هو بيديك طبعا الرؤية بتاعتها الاول، ولو نزلنا شوية لتحت هنا هيقول لك لو انت عايز تختارها خلفية بقى شفافة او ولا خلفية بيضة بالشكل ده، تكون سمراء او بتكون باللون المدرج باللون الجراديان ده، يا اما باللون الجري او باللون ده، اي حاجة فيهم. عايزة خلفية شفافة ولا خلفية بيضة؟ وبتبدأ تضغط عليها. طيب انا لو قلت له انا عايزة خلفية شفافة، مجرد ما هضغط على شفاف ديت هتطلع لي بالشكل ده. هعمل هنا سيف، اوكي، هتجيلي بصيغة بي ان جي، اقدر اخدها واستخدمها بعد ما اشيل الحقوق بتاعتهم من تحت، وابدأ استخدمها في التصميم بتاعي بمنتهى البساطة وبدون خلفيات بيضة وبدون مقاطع وكلام ده. وخد بقى على كده كل المخطوطات بالشكل ده. اي حاجة انا عايزها هتكون مبارك، هدخل عليها هتجي بالشكل ده اهوت. تمام، عايز احملها بصيغة اس في جي احملها من هنا، عايز احملها بي ان جي احملها من هنا، سواء خلفية شفافة ولا خلفية بيضة. تمام يا شباب، ده بالنسبة للمخطط بالشكل ده يا جماعة. طيب نيجي بقى للبحث عن الخط بصور. لو ضغطنا عليها هيفتح لي لينك جديد أو صفحة جديدة، الصفحة بالشكل ده. هنا أنا بضغط، أنا عايز أبحث عن إيه؟ أنا هبحث عن خطوط عربية. لو ضغطت عليها كده هيقول لي نزل لي الصورة اللي أنت عايز تبحث عنها، فأنا هضغط على الصورة اللي أنا عايز أبحث عنها وهقول له رفع ارفعها لي. وهنا بيقول لك طريقة ازاي ان انت تعلم له على الفونت عشان يعرف لك الفونت ده شكله عامل ازاي او بطريقة عاملة ازاي. فانت بيقول لك ان انت تختار الشكل ده بالطريقة دي هي الطريقة الصحيحة. لو انت اخترته كان بعيد عن الفونت نفسه فيكون كده بالطريقة الغلط. هنا هو بيقول لك قص لي الفونت اللي انت عايز تعرف هو شكله ايه. فانت بتتك على قص هنا، وبعد كده هتعمل زي ما احنا قلنا هنعلم، ناخد بالنا ان احنا نعلم على الفونت نفسه بالطريقة ديت. بالشكل ده كده اهوت، وليكن كده. تمام، فانا اقول له اعرف لي الفونت ده اسمه ايه، اكتب لي النص اللي موجود في الصورة. فانا هنقول له هنا اعرف طبيبك. تمام، وبعدين هقول له حفظ، هيجيني بالشكل ده. تمام، فبيقول لك هنا يرجى النقل على اي مكان في الصورة لاختيار لون النص، يرجى اختيار اللون بدقة لجلب نتائج بشكل أفضل. يعني أنا بضغط على ديت وبعدين بضغط على لون النص نفسه عشان يجيب لي الكود بتاعه. تمام، باجي على خلفية هنا وبقول له اضغط علينا برضو وبختار له على الخلفية، هيجيله بالشكل ده كده. وبعدين بقول له حفظ. دلوقتي احنا منتظرين لما نشوف
عملية البحث بتاعته هتتم ولا لأ. احنا ما زلنا هو منتظرين، خلينا عشان وقت الحلقة ما يزيدش معانا، خلينا نكمل هنا. خدنا طبعا المخطوطات والأسماء، هندخل على حزم الخطوط. حزم الخطوط ده زي ما احنا شايفين كده، حزم موجودة فيها كمية خطوط، ماشي. يعني هنا هو بيقسمها لك زي ما هو شايف. هنا بيقول لك مثلا هتنزل حزمة فيها 22 خط لخطوط الطباعة، الخطوط المزخرفة اللي بالشكل ده كده فيها 12 خط، هتنزلهم كلهم مرة واحدة. الكتابة بخط الإيد هيكون 15 خط، وهكذا، تمام. بعد كده خطي دوت كوم هو مسهل لك الراجل، تمام، ان انت تدخل على الموقع. فهو عامل لك دومين باسم www.خطي، خطي بالعربي دوت كوم، عشان يسهل لك، عشان ما تنساش الاسم، عشان ما تنساش الدومين بتاعهم اللي هو بالانجليزي ARP عرب يعني فونتس دوت كوم. فهو قال لك لا يا عم، كمان خليها كمان خطي بالعربي عشان ما تنساش خالص. طبعا هو الشكل مختلف شوية بس، ولكن هو هيوجهك على الموقع الأساسي بتاعهم. برضه هو حاطط لك هو كصفحة بس كده في البداية، بس يا إيه يدخلك بيها على الموقع الأساسي بتاعهم. أنا دخلت هنا على خط الرقعة، ودخلت هنا على خط الرقعة كده، ضغطت عليه، هو أوريدي هيدخلني على عرف فوتس بوك تاني زي ما تشوفين. أوكي، نرجع تاني. خلص. تصدق خلص واداك كمان ايه، واداك الفونت ومش كده بس، وقال لك لو عايز تعمله داونلود على طول كمان اعمله داونلود. يا هيجيب لك الفونت يا هيجيب لك اقرب حاجه له. انا بتهيألي ان ده قريب منه، هو مش هو برضه عشان نبقى احنا متفقين، الفاء مش نفس الفاء، ولكن هو جاب لك اقرب ما يكون له، واداك اسم الخط دبي بولت، وقال لك لو انت عايز تنزله هتنزله من الموقع بمنتهى السهوله، او لو انت عايز الفونت من على جوجل هتاخده برضه من على جوجل، ويديك اكتر من اوبشن تاني عشان تقدر ان انت تختار. لو ما لقيتش نفس الايه، نفس الفونت، يجيب لك اقرب الفونتات له. يعني فكرة كويسة وجميلة، وشايف ان هي يعني انا اول مرة اشوفها هنا، ما شفتهاش معمولة في اي موقع تاني الخطوط، واحييهم عليها وفكرة كويسة يعني. اي نعم، هو ما جابليش نفس الخط بالظبط بس، ولكن لا يحترموا برضو، جابوا لك اوبشنز كتير تانية تقدر انت تشتغل عليها. طيب نرجع تاني للموقع. يعتبر احنا استعرضنا كامل يعني دلوقتي، عرفنا ازاي ان احنا نعمل تصميم، عرفنا ازاي نعمل داونلود للفونت اللي احنا عايزينه، وعرفنا ازاي نغير المعاينة بتاعتنا من هنا، وعرفنا ازاي نبحث، وعرفنا ندخل على المخطوطة، ولو عايزين نعمل مخطوطة جديدة بنعمل مخطوطة من هنا ان احنا نطلب بها بفلوس يعني او باشتراك، وعرفنا ازاي نعمل الحزم، ننزل الحزم بتاعت الخطوط، وفي قاعدة بيانات كبيرة جدا، نسبة خطوط قوية يعني كبيرة. وبس، أشوفكم على خير إن شاء الله. حبيت أشارك بس معاكم الموقع الجميل ده، وأشوفكم على خير إن شاء الله في مراجعة الموقع الجديد. أي استفسارات أي شيء أنتم محتاجينه، حاولوا تسيبولي الرد في الكومنتس تحت، وإن شاء الله أنا هرد عليكم بإذن الله. وأشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم.